السلام الله عليكم مشاهدينا الكرام، نشرة الأخبار من الأولى وتتابعون فيها. جلالة الملك ورئيس الجمهورية الفرنسية يشرفان على تدشين القطار فائق السرعة البراق الرابط بين طنجة والدار البيضاء. القطار فائق السرعة مشروع غير مسبوق بالمغرب العربي والقارة الإفريقية، يندرج في إطار المرحلة الأولى من المخطط المديري لتطوير شبكة خطوط القطارات فائقة السرعة بالمغرب. التحديات الطاقية على المستوى الإفريقي نوقشت في مؤتمر الطاقة بمراكش تماشيا مع أهداف قمة كوب 22 للمناخ. والمنتخب الوطني لكرة القدم يقود آخر تداربه استعدادا لمباراته الحاسمة غدا أمام نظيره الكاميروني ضمن تصفية كأس أمم إفريقيا. أهلا بكم. مستهل نشرة من طنجة، حيث أشرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله ورئيس الجمهورية الفرنسية فخامة السيد إيمانويل ماكرون اليوم على تدشين القطار فائق السرعة البراق الذي يربط بين مدينة البوغاز والدار البيضاء، مشروع غير مسبوق بالمغرب العربي والقارة الإفريقية، يتماشى مع متطلبات تحديث شبكة السكك الحديدية الوطنية ضمن مخطط مديري لتطوير الخطوط الفائقة السرعة ومواكبة النمو المتصاعد لحركية تنقل المسافرين بالمملكة. إنجازه كلف تعبئة استثمارات ناهزت 22 مليار درهم فاصل 9. التفاصيل. رئيس الجمهورية الفرنسية السيد إيمانويل ماكرون يحل بمطار ابن بطوطة بمدينة طنجة في زيارة عمل للمملكة المغربية، وذلك بمناسبة تدشين خط القطار فائق السرعة البراق طنجة الدار البيضاء. وكان فخامة السيد إيمانويل ماكرون قد وجد في استقباله لدى نزوله من الطائرة رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني قبل أن يستعرض تشكيلة من اللواء الخفيف للأمن التي أدت التحية. إثر ذلك تقدم للسلام على رئيس الجمهورية الفرنسية مستشار صاحب الجلالة السيدان فؤاد علي الهمة وأندريا زولاي، ووزير الداخلية السيد عبد الوافي الفتيت، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي السيد ناصر بوريطة، ووزير الاقتصاد والمالية السيد محمد بن شعبون. كما تقدم للسلام على فخامة السيد إيمانويل ماكرون سفير المغرب بفرنسا السيد شكيب بن موسى، ووالي جهة طنجة تطوان الحسيمة، ورئيس مجلس الجهة، والمنتخبون، وممثل السلطات المدنية والعسكرية للولاية. وتعكس زيارة العمل التي يقوم بها فخامة السيد إيمانويل ماكرون للمملكة المغربية عمق العلاقات الثنائية القائمة على شراكة صلبة وقوية بفضل الإرادة المشتركة لتوطيد الروابط متعددة الأبعاد التي تجمع البلدين. علاقات استثنائية تؤكد الثوابت التي تقوم عليها الاستمرارية وكثافة العلاقات الاقتصادية، باعتبار أن الجمهورية الفرنسية نشزت مع المملكة المغربية شراكة من أجل المستقبل خدمة للمصالح المشتركة. وبمدخل القاعة الملكية لمطار ابن بطوطة بطنجة وجد رئيس الجمهورية الفرنسية في استقباله صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. إثر ذلك أجرى قائد البلدين مباحثات على انفراد. وحضور الرئيس الفرنسي إلى جانب العاهل الكريم بمناسبة تدشين القطار فائق السرعة البراق الرابط بين طنجة الدار البيضاء هو بمثابة خطوة كبيرة تزكي الطموحات المشتركة وتؤكد المكانة التي يحتلها كل بلد في السياسة الخارجية للبلد الآخر من منطلق استراتيجي، مكانة يسودها إيقاع ملموس على كل المستويات بفعل إرادة سياسية قوية على أعلى مستوى تتعزز باستمرار لما فيه مصلحة البلدين. ومع انطلاق القطار الفائق السرعة من طنجة نحو الدار البيضاء مرورا بالقنيطرة والعاصمة الرباط تكتمل مكونات نظام نقل متعدد الأنماط، أنجز
وفق رؤية ملكية متبصرة لتمكين المغرب من التوفر على نظام نقل دولي المعايير فريد من نوعه بالقارة الإفريقية والعالم العربي. وسكنة مدينة طنجة تستقبل بهذه المناسبة ضيف جلالة الملك وتعبر عن عمق الارتياح لمكانة روابط الصداقة التاريخية المثلى بين المغرب وفرنسا. محطة طنجة المدينة للقطار فائق السرعة، وحلم يتحقق بإرادة ملك وشعب راهن على التميز والتقدم والتطور التكنولوجي. اليوم نكسب الرهان وندخل بوابة عصر تكنولوجيا القطارات فائقة السرعة. اليوم أشرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وفخامة الرئيس الفرنسي السيد إيمانويل ماكرون على تدشين الخط فائق السرعة الذي يربط بين طنجة والدار البيضاء عبر القنيطرة والرباط في ظرف 2:10 عوض 4:45. طفرة تكنولوجية وصناعية استلهمت من التجربة الفرنسية لتثبت عمق علاقات التعاون بين البلدين. طفرة تكنولوجية وإنجاز غير مسبوق عربيا وإفريقيا لمشروع ضخم طموح بنسبة كبيرة من الخبرات والطاقات والكفاءات المغربية من يد عاملة مؤهلة وفنيين ومهندسين وخبراء ذوي كفاءة عالية. مشروع القرن ومشروع المستقبل استلزم تعبئة استثمارات مالية بقيمة 23 مليار درهم من الميزانية العامة للدولة والصندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ب6,500,000,000 درهم، وتمويل من الدولة الفرنسية ب11,500,000,000 درهم موزعة بين هبات وقروض للخزينة الفرنسية والوكالة الفرنسية للتنمية، وكذلك تمويل من الصناديق العربية ب4,900,000,000 درهم موزعة بين كل من الصندوق السعودي للتنمية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية وصندوق أبوظبي للتنمية والصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. القطار فائق السرعة يربط بين قطبين اقتصاديين كبيرين، ومن ثم سيساهم هذا المشروع الضخم الذي سيفتح آفاقا جديدة لتطوير منظومة النقل وقطاع النقل السككي بالمغرب في مواكبة الارتفاع المتزايد الذي يعرفه نشاط نقل المسافرين خاصة على محور طنجة الدار البيضاء، ودعم النمو الذي يعرفه القطب الاقتصادي الجديد لطنجة طوان بتقليص المسافات بين شمال المملكة وجنوبها، وكذا تحرير طاقة استيعابية إضافية لتسهيل حركة نقل البضائع على هذا المحور. مشروع ضخم من هذا الحجم ستستفيد منه المملكة على جميع الأصعدة والمستويات ليشكل رافعة للاستثمار والتنقل المستدام والجاذبية الاقتصادية. فإطلاق القطار الفائق السرعة هذا المشروع المتكامل سيسهم في تحسين جاذبية المملكة على مستوى جلب الاستثمارات الأجنبية، خصوصا أنه الأول من نوعه على المستويين العربي والإفريقي. فالقطار فائق السرعة يعتبر حاليا أنسب الخيارات في مجال النقل البري، لا سيما وأنه ثمر دراسات معمقة وأبحاث مقارنة وتجارب دولية في مجال النقل خصوصا السككي، وذلك مقارنة بالقطارات التقليدية، بحيث تظل مردوديته الاقتصادية والاجتماعية عالية جدا، خاصة عندما يتعلق الأمر بالمسافات الطويلة التي تتعدى 200 كيلومتر. آثار جد إيجابية للقطار فائق السرعة ستنعكس بشكل مباشر على ارتفاع حجم الاستعمال وضمان جودة الخدمات وتحسين عروض النقل المقدمة، الشيء الذي سيرفع من مستوى وحجم المردودية السوسيو اقتصادية لهذا المشروع المهيكل الذي يترجم إرادة ملك وشعب في التقدم والنماء والازدهار. مشروع سيمكن المكتب الوطني للسكك الحديدية من الانخراط في صفوف الفاعلين العالميين الذين يوفرون خدمة سككية ذات سرعة فائقة.
مشروع ضخم في حجم آمال وتطلعات مغرب القرن الواحد والعشرين، جاء لضخ دينامية جديدة للربط بين قطبين اقتصاديين رئيسيين بالمملكة. فطنجة بوابة المغرب وإفريقيا، وكذا قطب صناعي ولوجستي وسياحي هام، كما أن محور الدار البيضاء والرباط والقنيطرة هو القلب النابض للنمو الاقتصادي والاجتماعي بالمملكة. مؤهلات وثروات وطنية هائلة وبنيات تحتية كبرى تنتقل إلى السرعة الفائقة بإطلاق القطار فائق السرعة، الذي سيحدث تحولات عميقة وتحولات جذرية وإيجابية لفائدة المناطق التي يمر عبرها، من قبيل تنشيط حركة تنقل الأشخاص وإعادة تشكيل تركيبة المناطق الحضرية، بل ومنح جاذبية للمدن التي يعبرها القطار فائق السرعة. وتقدم بهذه المناسبة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله ولضيفه الكريم فخامة رئيس الجمهورية الفرنسية السيد إيمانويل ماكرون أولى تذكرتين رمزيتين للقطار فائق السرعة، الذي يعد مفخرة كل المغاربة ومصدر اعتزاز كبير بهذه المنجزة العظيمة التي تؤرخ لمرحلة جديدة وحقبة جديدة مطبوعة بالحداثة والعصرنة وولوج عوالم التكنولوجيا الحديثة. هو انتقال للسرعة القصوى لجني ثمار حقبة زمنية وجيزة في حياة الأمم والشعوب، تميزت بإرادة ملكية قوية راسخة لإنجاز مشاريع وأوراش هيكلية كبرى، من قبيل المركب المينائي طنجة المتوسط وشبكة كبيرة من الطرق السيارة والمطارات الحديثة والموانئ الجديدة، والاهتمام بالعنصر البشري لتوفير التنمية المستدامة. مشروع القطار فائق السرعة هو مشروع مهيكل رائد يلج بفضله المغرب نادي الدول الممتلكة لهذه التكنولوجية العالية الدقة، فبإحداثه خطا للقطار فائق السرعة يصبح المغرب أول بلد إفريقي يستفيد من نظام متطور وعلى أعلى مستوى من التقدم التكنولوجي في مجال النقل السككي، بما يفتح الباب على مصراعيه لتحقيق منجزات ضخمة في المستقبل. ومشروع مندمج تحقق بنسبة كبيرة بفضل الكفاءات والطاقات والخبرات المغربية من يد عاملة مؤهلة وفنيين ومهندسين وأطر في مجال السكك الحديدية. مشروع يشكل ثورة حقيقية في قطاع النقل الوطني، لا سيما في قطاع السكك الحديدية، الشيء الذي يفتح آفاقا واعدة أمام التنمية الشاملة بالمملكة. فالقطار فائق السرعة هو جزء لا يتجزأ من مسلسل التنمية الاقتصادية والاجتماعية الذي يشهده المغرب، ويساهم في عملية خلق أقطاب جهوية للتنمية. وبالإضافة إلى بعده الوطني، فالقطار فائق السرعة يشكل مرحلة بالغة الأهمية في عملية اندماج شبكات النقل الأورومتوسطية، كما يساهم في تطوير البنيات التحتية الرابطة بين القارتين الإفريقية والأوروبية. ويشرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وفخامة الرئيس الفرنسي السيد إيمانويل ماكرون على إزاحة الستار عن الصورة البصرية للبراق في مقدمة القطار فائق السرعة قبل الانطلاقة الرسمية لبدء التشغيل التجاري للخط فائق السرعة الذي يربط طنجة بالدار البيضاء. لحظة تاريخية متميزة في تاريخ الأمة المغربية، نسجلها بمداد من الفخر والاعتزاز في السجل الذهبي للمنجزات الكبرى لبلادنا تحت القيادة الرشيدة والحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. وكان جلالة الملك حفظه الله قد تفضل في وقت سابق وأطلق اسم البراق على القطار فائق السرعة
هي تسمية لها رمزية كبيرة ترمز للسرعة والرحلة، وتترجم قيما قوية ثقافيا يحملها مشروع طموح أصبح يشكل اليوم مفخرة وطنية. البراق هو رمز الحداثة والتقدم والابتكار، وصورة المغرب الذي اختار بناء مستقبل أفضل. إنه قطار المستقبل وحقبة جديدة على درب الحداثة والعصرنة والتطور والانتقال إلى السرعة القصوى. أطلق جلالة الملك محمد السادس حفظه الله والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أول رحلة للقطار فائق السرعة البراق من المحطة الجديدة طنجة المدينة في اتجاه محطة الرباط أجدال. القطار فائق السرعة يوحي هذا الاسم بمعاني وقيم تعكس ثقافة راسخة يحملها هذا الإنجاز المهيكل والضخم الذي يعد مفخرة وطنية، ويشكل التعاون المغربي الفرنسي في مجال المشاريع الكبرى للبنية التحتية مثالا يحتذى، درجة على الامتياز، ويتسم بالحوار المكثف والمنتظم. والبلدان الصديقان يسعيان معا إلى توطيد أسس نمو اقتصادي قوي تكون المقاولة فيه المحرك الأساسي للتنمية. والقطار السريع يعد بفوائد اقتصادية كبيرة، وسيكون بمثابة عامل جذب لبلادنا في عيون المستثمرين الأجانب وتأمين فرص عمل في مجالات متعددة. وعلى متن القطار فائق السرعة أقام جلالة الملك محمد السادس حفظه الله مأدبة غذاء على شرف فخامة السيد إيمانويل ماكرون والوفد المرافق له. ويظل البلدان الصديقان المغرب وفرنسا كل منهما شريكا كبيرا أحدهما للآخر، وطموحهما معا في بناء اقتصادين تنافسيين ومبتكرين وانخراط دائم في علاقات متوازنة متجهة بشكل تعاوني وطموح من أجل المساهمة في تحقيق نمو مستدام. نجح المغرب في وضع سياسات قطاعية تؤمن الشروط انطلاقة جديدة لهذه القطاعات وبناء أسس عصرية لاقتصاد وطني قادر على أن يشكل في محيطه الجهوي والدولي قاعدة صلبة للإنتاج والاستثمار وتصدير السلع والخدمات. وضع المغرب استراتيجيات متوسطة وطويلة المدى بالنسبة للقطاعات الواعدة التي يتوفر فيها المغرب على ميزات تنافسية واضحة، وساهمت الاختيارات الوطنية في توضيح الرؤى وأعطت نفسا جديدا لدينامية الاستثمار والتنمية، كما ساهمت بشكل فعال في توسيع القاعدة الاقتصادية للمغرب وخلق الانسجام الضروري بين مكونات التنمية. رهانات ومخططات تنجز في إطار مقاربات شمولية ومتعددة القطاعات تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة، وتأخذ بعين الاعتبار الأبعاد الاجتماعية والبيئية في مختلف برامجها. رهانات يدخل بها المغرب بقيادة جلالة الملك محمد السادس حفظه الله مراحل جديدة في تعزيز انفتاحه واندماجه في الاقتصاد العالمي. يصل جلالة الملك محمد السادس حفظه الله والرئيس الفرنسي إلى محطة الرباط أجدال بعد رحلة على متن القطار فائق السرعة قادما من مدينة طنجة. محطة طنجة المدينة شهدت الحدث المتمثل في تدشين جلالة الملك محمد السادس نصره الله ورئيس الجمهورية الفرنسية فخامة السيد إيمانويل ماكرون القطار فائق السرعة البراق. وبهذا الإنجاز يكون المغرب أول بلد عربي وإفريقي يتوفر على نظام متطور وعلى أعلى مستوى من التقدم التكنولوجي في مجال النقل السككي. جلالة الملك والرئيس الفرنسي دشن أول رحلة بين محطتي طنجة المدينة والرباط أجدال بمسافة زمنية لم تتعدى الساعة والعشرين دقيقة،
بدل 3 ساعات و45 دقيقة. هذا الإنجاز الكبير يمثل لحظة تاريخية بالنسبة لبلادنا التي انخرطت في خيار هذه التكنولوجيا الجديدة تماشيا مع النهضة الشاملة التي تغطي كل القطاعات وتطال كل المجالات. بعد انقضاء أزيد من 8 سنوات من الأشغال والعمل الحثيث على مختلف الواجهات وبفضل رؤية ملكية متبصرة، ما فتأت تستشرف آفاقا أكبر رحابة. أضحى القطار فائق السرعة الرابط بين مدينتي طنجة والدار البيضاء جاهزا ليمضي بالمغرب قدما على سكة الحداثة والتطور والتقدم التكنولوجي. مشروع ملكي آخر ينضاف إلى المشاريع الملكية الوازنة التي رأت النور خلال العشريتين الأخيرتين، والتي تستلهم فلسفتها من إدراك مستنير ونظرة مولوية ثاقبة تكرس توجه المملكة الثابت نحو تبوء الصدارة الإقليمية والقارية من حيث المنشآت والأرضيات اللوجستيكية والبنيات التحتية الأساسية، لا سيما الطرقية والسككية منها، اعتبارا لكونها آليات حيوية لا محيد عنها في تحقيق الإقلاع الاقتصادي والاجتماعي المنشود. القطار فائق السرعة مشروع ضخم أعطى انطلاقة أشغاله جلالة الملك قبل 8 سنوات، لتبدأ تلك الأشغال على قدم وساق موازاة مع أعمال البناء والتجديد لعشرات المحطات السككية من الجيل الجديد، استجابة للتزايد الحاصل في عدد المسافرين عبر السكك الحديدية ورفعا من جودة الخدمات المقدمة وتحسينا لظروف استقبال المسافرين ومواكبة للتطور الحضري للمدن المغربية. معالم التحديث لا تشمل البنيات التحتية المخصصة للقطار فائق السرعة فحسب، بل تمتد لتجعل من محطات القطارات معالم حضرية فريدة ومندمجة في النسيج العمراني، قادر على استقطاب الزوار والأنشطة التجارية، حيث شهدت وتشهد محطات القطار فائق السرعة بكل من طنجة والقنيطرة والرباط أجدال والدار البيضاء المسافرين تحديثات كاملة تجعل منها مراكز حياة في خدمة المسافر وسكان هذه المدن على حد سواء. المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية السيد محمد ربيع الخليع يقدم لجلالة الملك وفخامة السيد إيمانويل ماكرون نموذجا مصغرا لقطار البراق وصندوقين يحتوي كل واحد منهما كتابا بعنوان المغرب فائق السرعة بثلاث لغات، العربية والفرنسية والإنجليزية، على غرار ما حققه المغرب بداية التسعينيات بتبنيه وإنجازه لبرنامج طموح ورائد للطرق السيارة، ثم تشييد الميناء المندمج طنجة المتوسط ذي البعد الجهوي والدولي. تحقق المملكة اليوم نقلة تنموية أخرى عبر تطوير هيكلي لمنظومة النقل يراعي تعدد الأنماط ومتطلبات التنمية المستدامة من خلال اعتماد تقنية القطار فائق السرعة التي فرضت نفسها تدريجيا في العالم كأنجع وسيلة للنقل الجماعي للأشخاص. بعد مراسيم إعطاء انطلاقة القطار فائق السرعة بكل من محطة طنجة المدينة ومحطة الرباط أجدال، ودع جلالة الملك ضيفه الكبير رئيس الجمهورية الفرنسية السيد إيمانويل ماكرون، والذي تجمع بلاده بالمملكة المغربية علاقات بلغت مستوى من النضج، مكن البلدين الصديقين من إقامة شراكة استراتيجية قوية. التتبع الملكي الموصول لمختلف مراحل تنفيذ هذا الورش البنيوي الضخم وحرص جلالة الملك على أن يشكل القطار فائق السرعة واجهة مشرفة لمغرب الحداثة والتطور التكنولوجي ينبع من الأهمية القصوى التي يكتسيها هذا المشروع من حيث أهميته الاقتصادية وحمولته الاجتماعية القوية وبعده الإيكولوجي النوعي. يراهن المغرب على مجموعة من الأوراش الضخمة التي تم في إطارها إنجاز العشرات من المشاريع الكبرى المهيكلة للمساهمة في النهوض بالاقتصاد الوطني والارتقاء بالبلاد إلى مستوى الدول المتقدمة ذات القدرة التنافسية العالية على الساحة العالمية.
القطار فائق السرعة إنجاز رائد مولته عدة أطراف وساهمت في أشغاله أطر فرنسية إلى جانب الخبرات والكفاءة المغربية. نتابع هذه التصريحات. طيب هذا الحمد لله هذا يوم مشهود لان هذا واحد المشروع عملاق اللي في بلادنا. اولا على مستوى الاستثمارات ديالو لان 23 مليار ديال الدرهم استثمار كبير جدا، كذلك على مستوى التكنولوجيا العاليه اللي بطبيعه الحال المملكه المغربيه الان دخلت في واحد المرحله جديده على مستوى تقنيات عاليه، اول دوله في القاره الافريقيه. هذا غيفتح مجال ان شاء الله في المستقبل لخطوط اخرى فائقه السرعه، غيكون عنده بطبيعه الحال اثر كبير جدا على الاقتصاد الوطني باعتبار اننا غادي نختصروا العامل الزمان، دونك الانتاجيه غادي ترتفع. غير بطربعه ديال الجهات، ثلاثه الجهات الاقتصاديه اللي هي الرباط اللي هي طنجه والقنيطره والدار البيضاء والعاصمه ديال المملكه الاقتصاديه والسياسيه، غيولي عندنا هذاك الخط القديم غادي يولي هو الخط الخاص بالبضائع، وهذا كله بطبيعه الحال من شأنه انه يكون عنده واحد التداعيات ايجابيه على الاقتصاد الوطني. وما نساوش بانه كاين واحد النقل ديال التكنولوجيا، كاين تكوين ديال واحد العدد ديال المهندسين، وهذا كله بطبيعه الحال غيكون ايجابي لبلادنا ان شاء الله تعالى. اود ان اتقدم بالتبريكات لجلاله الملك وحكومه المملكه المغربيه وشعب المغرب على هذا الإنجاز العظيم اللي راح يكون له تأثير مباشر وغير مباشر على دعم الاقتصاد. نحن طبعا في صندوق أبوظبي للتنمية وبكل اعتزاز نشكر الحكومة المغربية على إتاحة الفرصة لنا لمشاركة في تمويل هذا المشروع. المشروع طبعا راح يكون له تأثير على الاقتصاد، راح يقلل وقت الانتقال من طنجة إلى كازابلانكا إلى ساعتين، وهذا طبعا راح يكون له تأثير جيد على الاقتصاد بحيث أنه يرفع التجارة البينية بين هذه المدن، وأيضا راح يكون له عائد اجتماعي بحيث يسهل عملية النقل بين هذه المدينتين. طبعا الصندوق يندرج مساهماته ضمن العلاقات العميقة والمميزة بين المملكتين، ومساهمة الصندوق في المشروع هي كانت بمبلغ 200 مليون دولار، وإن شاء الله نتمنى يعني أن يكون عنه هو إضافة نقلة نوعية لقطاع النقل بشكل عام وقطاع السكك الحديدية بشكل خاص. إنه لشرف لنا اليوم بعد 8 سنوات من العمل مع زملائنا المغاربة، يوم للافتخار بالنسبة لجميع المغاربة وكذا الفرنسيين. فهذا أول خط فائق السرعة بالقارة الإفريقية جاء بفضل التعاون مع المكتب الوطني للسكك الحديدية بالمغرب، وقد حرصنا على القيام بالعديد من التدارب والتكوين، وقد استفاد من هذا التكوين 600 من أطر السكك الحديدية المغربة خلال الأسابيع الأخيرة من التقنيات المستعملة في مجال القطار فائق السرعة، وقد تقاسمنا معهم أحدث وآخر التقنيات المستعملة في تشغيل القطار فائق السرعة. هذا الشيء ككل غادي يكون عنده انعكاس فيما يخص منظومة السفر ككل، وبالتالي فالمنظومة ديال القطار فائق السرعة البراق ما تنحصرش غير في البراق في حد ذاته، باش انها غتنقل كذلك المحاور للقطارات ديال الخط الدار البيضاء فاس والدار البيضاء مراكش، حيث بان الدار البيضاء مراكش حتى هي غادي نلحقوا فيها ساعه في المسار، وبالتالي فغادي يكون واحد انعكاس على جميع الخطوط ديال 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 الشبكه، وبالتالي فالخدمه اللي ستقدم للزبون غادي تكون فيها واحد الطفره نوعيه اللي ان شاء الله غادي يحسوا بها الزبناء. اذا كان دابا التحدي ديال الاشغال انتهت، فالتحدي ان شاء الله هو انه يكون استغلال مرن، استغلال معقلا، كذلك التعريفه اذا هذا غتكون في متناول المواطنين اللي كياخذوا حاليا القطارات، غتكون فيه واحد النوع من المرونه، وغدا ان شاء الله غنعلنوا بالتدقيق على التعريفه اللي كتخص جميع الشرائح ديال المجتمع المغربي. مشروع مهم جدا بالنسبة لشركة ألستوم، فقد اشتغلنا لعدة سنوات في إطار من التعاون بين المغرب وفرنسا، والذي حدده بروتوكول سنة 2007 الخاص بإحداث مشروع خط سكك فائق السرعة. ومن الواضح أن تشغيل خط فائق السرعة بالمغرب ستكون له نتائج إيجابية داخل المغرب، خاصة بالنسبة للخبرات المغربية
وكذا مختلف الشركات والقطاعات المرتبطة بالنقل السككي، كما أن المؤسسات الجامعية والعلمية ستستفيد من التقنيات المستعملة في هذه القطارات. إنه فخر كبير للصداقة المغربية الفرنسية، فتحقيق هذا المشروع هو نموذج لهذه الصداقة، فهو أول قطار فائق السرعة لإفريقيا والذي من شأنه المساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية لأصدقائنا المغاربة، وأنا سعيد بتشريف صاحب الجلالة لهذا الحفل وإبراز أهمية هذا الحدث الذي نشارك فيه نحن البرلمانيين الفرنسيين مع أصدقائنا المغاربة، فهذه لحظة مهمة تؤكد على الأولوية التي يعطيها جلالة الملك لتطوير وسائل النقل باستخدام التكنولوجيا المتطورة. هذا التعاون سيستمر لنعمل معا على صيانة استغلال محطات الخط السككي فائق السرعة، كما أحدثنا معهدا للتكوين السككي مشترك تشرف عليه أطر فرنسية مؤهلة وذلك بمدينة الرباط، ونعمل بتنسيق في إدارة أوراش صيانة القطار فائق السرعة هنا بمدينة طنجة. إنها حقا شراكة موسعة مبنية على الاستمرارية، إننا فخورون جدا. عام 2011 أعطى جلالة الملك انطلاقة أشغال إنجاز خط القطار فائق السرعة طنجة الدار البيضاء. 8 سنوات من العمل والتهيئ والتحديث يقربنا منها عبد الحميد جبران في هذا التقرير. خط القطار فائق السرعة بين مدينتي طنجة والدار البيضاء أهم مشروع سككي بالقارة الإفريقية. حلم مغربي بات اليوم حقيقة، هو ثمرة 11 عاما من الدراسات والأشغال بشراكة مغربية فرنسية، حيث أنجزت بين 2007 و2010 الدراسات اللازمة، كما تم التوقيع على مختلف العقود الخاصة بإنجاز وتمويل المشروع بإشراف مباشر من جلالة الملك محمد السادس نصره الله. وفي شتنبر 2011 أشرف جلالته بمعية الرئيس الفرنسي أنذاك نيكولا ساركوزي من مدينة طنجة على إعطاء انطلاقة الأشغال الفعلية للمشروع بتمويل مغربي فرنسي ومساهمة صناديق استثمارية من بلدان عربية شقيقة هي المملكة العربية السعودية، الكويت، والإمارات العربية المتحدة. حجم الاستثمار تقريبا ما يناهز 23 مليار درهم، كتمول الدولة وصندوق الحسن الثاني تقريبا ب ما يقارب 30%، الخزينة الفرنسية والدولة الجمهورية الفرنسية كتمول مع الوكالة الفرنسية للتنمية تقريبا 50%، وكتبقى الصناديق الأربعة ما يناهز تقريبا 20% ديال التمويل. بعد عملية التدشين بدأت مجهودات تقنية كبيرة ومتواصلة على طول المحور الرابط بين طنجة والقنيطرة على مسافة 200 كيلومتر من خلال إنشاء خط مزدوج السكة، تطلب تسخير وسائل لوجستيكية وبشرية مهمة. ولأن المسار يمر من مناطق وعرة التضاريس وعدد من الوديان والمجاري المائية، كان لزاما تشييد الكثير من المنشآت الفنية على شكل جسور كبيرة ومنشآت هيدرولية، فضلا عن قناطر وممرات معلقة. ويبقى أهم تلك المنشآت الفنية جسر الحاشف بطول 3.5 كيلومترات بين طنجة وأصيلة، الذي يعد واحدا من أكبر القناطر في العالم المخصصة للقطارات فائقة السرعة. وفي يوليوز 2015 تسلم المغرب أولى القطارات فائقة السرعة التي تم اقتناؤها من الشركة الفرنسية العملاقة ألستوم في صفقة شملت 12 قطارا حديثا.
ومن أجل المواكبة التقنية لهذه القطارات أشرف جلالة الملك محمد السادس نصره الله في شتنبر 2015 مرفوعاً بالرئيس الفرنسي السابق فرانسوا أولون على تدشين ورشة صيانة القطارات فائقة السرعة بمدينة طنجة بشراكة بين المكتب الوطني للسكك الحديدية والشركة الفرنسية للسكك الحديدية وحرصا من جلالة الملك نصره الله على عصرنة شاملة للنقل السككي أشرف جلالته في مارس 2016 على إعطاء انطلاقة أشغال إنجاز المحطات الجديدة من الجيل الجديد المندرجة في إطار مشروع الخط فائق السرعة. المحطات الجديدة لطنجة المدينة القنيطرة المدينة الرباط أجدال والدار البيضاء المسافرين تم تشييدها بمعايير عصرية توفر للمسافرين مختلف المرافق والتجهيزات الضرورية. لتبدأ بعدها التجارب التقنية التي مكنت من تحقيق رقم قياسي إفريقي من خلال الوصول لسرعة 357 كيلومترا في الساعة. مشروع طموح سيمكن من تطوير منظومة النقل السككي من خلال تقليص مدة السفر بين طنجة والدار البيضاء إلى 2:10 عوض 4:45 ومواكبة ما تشهده المملكة من نمو اقتصادي واجتماعي. ونبقى مع عبد الحميد جبران لنتعرف أكثر على المنشآت الفنية لهذا المشروع الضخم على الصعيد الوطني والاستثنائي على الصعيد الإفريقي. إنجاز خط القطار فائق السرعة تطلب زهاء 7 سنوات من العمل المكثف والمتواصل على طول حوالي 350 كيلومترا بين طنجة والدار البيضاء. أشغال واجهتها الكثير من الصعوبات التقنية والطبيعية المتمثلة أساسا في التضاريس الوعرة على مستوى العديد من المقاطع فضلا عن مرور الخط فوق عدد من الأنهار والجداول والمستنقعات. باش نحطوا واحد البنية تحتية اللي تقد تستقبل الخط الفائق السرعة كان لازم علينا نديروا دراسة معمقة دراسة قبلية جد مكتفة مكاتب دراسة ديالنا واستعانة بمكاتب دراسة أجنبية. في المرحلة ديال الأشغال خدمنا بجميع التقنيات اللي ممكن اللي كيخدمهم العالم كامل باش نقويوا هاد الأراضي اللي يستقبلوا البنية التحتية ديال الخط الفائق السرعة. صعوبات تقنية حتمت تشييد 117 منشأة هيدرولية لحماية الخط السككي من الترسبات المائية فضلا عن بناء 12 جسرا كبيرا يصل طولها مجتمعة إلى 10 كيلومترات أهمها جسر الحاشف بين طنجة وأصيلة الذي يعتبر واحدا من أكبر الجسور المخصصة للخط فائق السرعة على المستوى العالمي والأهم من نوعه في القارتين الإفريقية والأوروبية. من أجل الوصول إلى الأرض الصلبة يعني نجزنا دعامات باطنية لكي يوصل العمق ديالها حتى 65 متر لينيار من اللي كنجمعوا الطول ديال الدعامات الباطنية اللي تنجزات في إطار هذا الجسر هذا يعني كتوصل حتى 23 كيلومتر كطول إجمالي ديال الدعامات الباطنية. الأهمية ديال هذا الجسر هذا في المواد يعني الكمية ديال المواد اللي تستعملت فيه فبالنظر مثلا الإسمنت المسلح استعملت ما يقارب 100,000 متر مكعب. إلى جانب الجسور الكبيرة تم تشييد 170 من القناطر السككية والممرات المعلقة الخاصة بالراجلين والسيارات عوض الممرات المستوية بهدف تيسير حركة القطارات الرفع من معايير السلامة وتجنب الحوادث المرورية. وتلتقون بعد هذه النشرة مع برنامج خاص عن هذا الحدث التاريخي الهام إطلاق القطار فائق السرعة تحت عنوان قطارات المملكة مرور إلى السرعة القصوى من إعداد عبد الحميد جبران. تليه ندوة خاصة عن الحدث في تجليات الاقتصادية والاجتماعية من تنشيط الزميلة نبيلة أزرقان. وغادر رئيس الجمهورية الفرنسية فخامة السيد مانويل ماكرون المغرب في ختام زيارة عمل للمملكة وذلك بمناسبة تدشين خط القطار فائق السرعة طنجة الدار البيضاء. وكان في وداع رئيس الجمهورية الفرنسية بمطار رباط سلا رئيس الحكومة سعد الدين العثماني وعدة شخصيات مدنية وعسكرية.
برقية تهنئة بعثها جلالة الملك إلى سيد محمود عباس رئيس دولة فلسطين بمناسبة احتفال دولة فلسطين بعيدها الوطني. أكد فيها جلالته دعم المملكة المغربية الثابت للشعب الفلسطيني الصامد في دفاعه عن حقوقه المشروعة، لا سيما حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريفة. التنسيق الأمني ودعم جهود المغرب في مكافحة التهريب والهجرة السرية مواضيع شكلت فحوى لقاء وزير الداخلية مع نظيره الفرنسي برباط. أمين سليماني وحمزة السيح. خلال مباحثاتهما ثمن وزير داخلية المغرب وفرنسا مستوى وطبيعة العلاقة الثنائية التي تربط البلدين منذ عقود. ومن أبرز المحاور التي ناقشها الجانبان التعاون الأمني، حيث جدد وزير داخلية فرنسا التزام ودعم بلاده للمغرب في جهودها لمكافحة كل أشكال الإرهاب والتطرف. Nous avons aussi évoqué la lutte contre tous les trafics et les trafics de stupéfiants. ناقشنا مواضيع مرتبطة بالتهريب بكل أشكاله وكذا مكافحة المخدرات والهجرة السرية. فالمغرب معرض للهجرة السرية بحكم موقعه الجغرافي، وهو ما يحتم علينا كفرنسيين وأوروبيين أيضا مرافقة المغرب في مواجهة ذلك. ناقشنا أيضا سبل وآلية التنسيق لمواجهة التطرف الديني. qui a besoin d'être accompagné sur ces sujets. وزير الداخلية الفرنسي السيد كريستوف كاستانير أكد مجددا على قوة ومتانة العلاقات المغربية الفرنسية في كل المجالات، موضحا أنه اختار المغرب كوجهة في أول مهمة له خارج فرنسا. 60 سنة مرت على صدور ظهير الحريات العامة، واليوم وقفة للتأمل وتقييم حصيلة المكتسبات والإكراهات نظمها مجلس المستشارين في الرباط. في المتابعة هدى مسهل ويسر الدومي. عام 1958 صدر أول نص قانوني يتعلق بالحرية العامة ببلادنا، شكل حينها عنوانا لتوجه اختاره المغرب هو إقرار التعددية. اليوم تمر 60 سنة ركم خلالها المغرب رصيدا مهما من المكتسبات في مسار تكريس البناء الديمقراطي، وتطلع اليوم إلى قطع المزيد من الخطوات في هذا الاتجاه. المواطنون ينزعون، لا سيما في ظل ثورة الاتصالات، ينزعون إلى التعبير عن سقف عالي من الإطارات، وهذا الشيء كيستوجب من جملة ما يستوجبه يعني تطوير الإطار القانوني المنظم للحريات والجمعيات، وأيضا للوقوف على بعض النواقص التي تتطلب إدخال تعديلات جديدة بالرغم من التطور الذي عرفه قانون الحريات العامة، وأيضا للوقوف على بعض الاختلالات التي يعرفها الواقع فيما يتعلق بتأسيس الجمعيات وفيما يتعلق بالتظاهر السلمي وبالاحتجاج. في ظل المكتسبات التي جاء بها دستور 2011، هناك تأكيد على الحاجة إلى تطوير الإطار التشريعي والقانوني المرتبط بحرية الجمعيات والتجمعات. ألم يحن الوقت ليكون تأطير قانوني وواقعي كل موقعه؟ فعالية المجتمع المدني، قضاء، تشريع، تأسيس قانوني. اللقاء أكد أيضا على أهمية هذه المحطة انطلاقا من الدينامية التي تبرزها الجمعيات التي بلغ عددها بالمغرب ما يناهز 100,000 جمعية، 16,000 منها أحدث عام 2014. أعطيت اليوم في رباط الانطلاقة الرسمية لعملية رعاية تنفيذا للتعليمات الملكية السامية الرامية إلى توفير الرعاية اللازمة لساكنة المناطق المتضررة بفعل موجات البرد والتساقطات الثلجية، عملية ستتواصل إلى غاية 30 مارس 2019 وتستهدف 28 إقليما. حسن طبعي وعدنا الهرس. عملية رعاية تهدف إلى ضمان استجابة ملائمة لحاجيات ساكنة المناطق المعزولة بالوسط القروي والمتضررة من موجات البرد والتساقطات الثلجية عبر توفير خدمات صحية للقرب والخدمات الصحية الأساسية الوقائية والتوعوية والتكفل بالحالات المرضية والمستعجلة. هتكون قوافل طبية، غيكون يعني خرجات لوحدات متنقلة اللي غيتم التعبئة ديالها، أكثر من 160 قافلة طبية وأكثر من 4000 خرجة، 2500 ديال الأطر الطبية والصحية بشكل عام اللي غتكون معبأة لهذه العملية، كذلك الأدوية 5 مليون ديال الدرهم اللي غيتم توفيرها كميزانية إضافية. العملية ترم أيضا وضع آليات التنسيق مع الشركاء على مستوى المراكز الصحية المعنية وتشجيع كل المتدخلين للمساهمة في تفعيل وإنجاح هذه المبادرة الإنسانية.
وتنضم إلينا اللحظة سهام بخليفي في هذه الإطلالة اليومية على الشأن الاقتصادي. مساء الخير سهام. مساء الخير رضا. من أين نبدأ اليوم؟ اليوم البداية ستكون من إقليم بركان، حيث قام وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات السيد عزيز أخنوش بزيارة ميدانية لتتبع مدى تقدم عدد من البرامج والمشاريع الفلاحية التي تم إطلاقها في إطار مخطط المغربي الأخضر. وتوخت هذه الزيارة تعزيز الإنجازات المحرزة مع تسريع تنفيذ المشاريع الجارية. المتابع ياسر العمراني ورشيد العتابي. خلال هذه الزيارة قدمت للوزير شروحات بشأن برنامج تطوير سلسلة اللوز في الجهة الشرقية، ويشمل هذا المشروع إنشاء 4 وحدات للتثمين بطاقة تصل إلى 31 طن في اليوم، وإحداث وتجهيز 32 نقطة ماء للسقي. شفنا المنطقة اللي هي تغصت ديال اللوز، واللي كاين مشروع كبير ديال تقريبا 34 حتى 38 ألف هكتار ديال اللوز اللي غادي تغاص في المنطقة، واللي في هذا البرنامج ديال 34-50% وصلنا لها، وعندهم تقريبا 10,000 يعني في بالنسبة للسنتين المقبلتين. مشروع إنشاء مسلك قروي بتافوغالت يبلغ طوله 10 كيلومترات شملته أيضا هذه الزيارة، إلى جانب وحدات صناعية حديثة ومشروع خاص بالتلقيح الصناعي للأغنام والماعز. هذا المركز الحق انتظرناه كثير، والهدف ديالنا من المركز أننا كنتجو واحد العدد ديال الحوليات في السنة اللي كيتعدى 25,000، ومكاتج الفحولة كانت جو واحد العدد ولكن كيبقى قليل بالنسبة للقطع اللي عندنا. هذا المشروع كيهدف إلى تصدير حوالي 45,000 طن ديال الحواميد في اتجاه الدول المستوردة، على رأسهم السوق الأمريكية، أمريكا الشمالية. الزيارة تميزت بعقد اجتماع خاص بتدارس مشاريع فلاحية مستقبلية بإقليم جرادة، تهم بالأساس إنشاء مدار سقوي تصل مساحته ما بين 1500 هكتار إلى 3000 هكتار. الأشغال من المنتظر أن تنطلق مع بداية سنة 2019. احتضنت مدينة مراكش أشغال مؤتمر الأسبوع الطاقي، تظاهرة تهدف إلى مواصلة النقاش حول القضايا الطاقية وفق أهداف قمة المناخ التي سبق انعقادها بمراكش، تماشيا مع توجيهات الملكية السامية المتعلقة بمشاريع الطاقة المستدامة. سمية بالعياشي وحسن مسكور. كلمات افتتاح المؤتمر أكدت على أن القارة الإفريقية أصبحت مدعوة إلى رفع التحديات الطاقية التي تواجهها، وذلك بخلق فرص للاستثمار وإقامة شراكات وملائمة سياساتها الطاقية مع مخططات التنمية الاقتصادية والاجتماعية. موضوع الطاقة الآن لم يعد فقط موضوع الكهرباء إن صح التعبير، وإن كان 60% من الأفارقة لا يصلون إلى الكهرباء، ولكن هو موضوع أصبح اقتصاد متكامل الأركان، فيه البحث العلمي، فيه الموارد البشرية، فيه استثمارات مهمة، فيه الإنتاج، فيه الاستهلاك. المغرب الحمد لله عنده منذ 9 سنوات استراتيجية واضحة اللي توضعت تحت إشراف توجيهات سامية لصاحب الجلالة، واللي خدت بعين الاعتبار الأمن الطاقي ديال بلادنا، الوجود ديال الطاقة بأحسن تكلفة. المغرب الذي تربطه علاقات مع البلدان الإفريقية مبنية على منطق رابح رابح، وفي إطار تشبثه بانتمائه الإفريقي جعل الشراكة في صلب توجهاته الاستراتيجية. مازن ستقدم التجربة والفعالية التي ركمتها طيلة هذه السنوات لفائدة هذه الدول من أجل التأطير وأيضا تطوير مشاريع الطاقات المتجددة في بلداننا الإفريقية. للمغرب بنية تحتية هامة، ونفس الشيء تتمتع به نيجيريا، والمغرب يتميز بموقعه فله منفذ على فرنسا، لذلك يعد مشروع التعاون المغربي النيجيري على مستوى الغاز نافذة لتعزيز التعاون بصفة عامة. اليوم وبفضل الرؤية الملكية التي أعطيت منذ سنة 2009 للانتقال الطاقي مع إعطاء الأولوية للطاقات المتجددة، بينا أننا نحمل مشاريع لإنتاج الطاقة المتجددة بموازاة مجالات الصناعة والنقل والبناء والكهرباء العمومية والفلاحة.
وللإشارة فإن الحاجيات الطاقية الإفريقية في تزايد مستمر أمام النمو الديمغرافي الكبير الذي تعرفه البلدان الإفريقية، علما بأن القارة حاليا هي الأقل استهلاكا للطاقة ضمن باقي القارات. بالرباط وبحضور وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصادي الرقمي، حفل لتوزيع علامات الثقة التي سلمت لأزيد من 17 مقاولة تغطي حوالي 30 نقطة بيع متخصصة في إنتاج وتسويق قطع غيار السيارات. المزيد مع إيمان سلوي وياسين المعاسي. حفل لتسليم شهادة الثقة سلمتنا على أزيد من 17 مقاولة متخصصة في إنتاج وتسويق قطع غيار السيارات، نظام يسمح بمكافحة التزوير من خلال منح العلامات للمقاولات التي تحترم قواعد الاستخدام على مستوى نظام التتبع لمواصفات قطع غيار السيارات. لقد تسلم شهادة سلامتنا أزيد من 17 مقاولة تمثل 36 نقطة بيع من مختلف أنحاء المغرب. هذه كانت السنة الأولى ونحن سعداء بأن ينخرط الجميع في هذه العملية. علامة سلامتنا التي تم إطلاقها سنة 2017 هي ثمرة تعاون بين القطاعين العام والخاص في إطار مبادرة اللجنة الوطنية للملكية الصناعية ومحاربة التزييف التي تترأسها وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي. هذه الشهادة ستمكن الزبناء من منتجات مطابقة لمعايير السلامة تسمح بحماية المستهلك. في جميع المواصفات السلامة للمواطن عاد قدرنا يعطونا هذا اللابيل هذا، فالهدف دياله أولا ديال أن المواطن يكون متأكد أول فوق يشوف سلامتنا كل بخدو اللي غي يأخذ أرى فيه المواصفات السلامة كاملة. هي مبادرة تتوخى تعزيز عملية تنظيم وتوزيع قطع غيار السيارات وضمان سلامة المستهلك. واللحظة مشاهدينا نتوقف مع أهم تداولات بورصة الدار البيضاء وباقي مؤشرات الأسواق المالية. هكذا مشاهدينا ننهي أخبار الاقتصاد، باقي مواد رئيسية نتابعها مع رضا العبيدي. شكرا لك سهام. غدا ما بين منتصف الليل والتاسعة صباحا تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية هطول زخات رعدية محليا قوية تتراوح مقاييسها ما بين 20 و35 ملمتر في كل من أجادير إدا وتنان، شتوكا أيت بها، إنزغان أيت ملول والصويرة. كما يتوقع هطول زخات رعدية محليا معتدلة في كل من أسفي، تارودان، شيشاوا، سيدي إفني، تيزنيت، إضافة إلى تساقطات ثلجية ستهم المرتفعات بكل من الحوز، أزلال، شيشاوا، دلت، ورزازات، تارودانت وتنغير. أولى محطات الخبر الدولي من اليمن، حيث هدوء حذر يسود شوارع مدينة الحديدة مع توقف المعارك بين قوات الشرعية والمتمردين الحوثيين في ظل دعوات دولية لوقف إطلاق النار وفسح المجال أمام المحادثات السياسية. نبيل أزرق.
عادت الحياة إلى المناطق القريبة من جبهات القتال في مدينة الحديدة غدا وقف هجوم القوات الموالية للحكومة، في وقت أبدى الرئيس اليمني عبد رب منصور هادي دعمه لعقد محادثات سلام برعاية الأمم المتحدة. وقد تراجعت حدة المعارك في المدينة الساحلية مساء الاثنين قبل أن تتحول إلى اشتباكات متقطعة الثلاثاء وتتوقف تماما أمس الأربعاء، وذلك بعد أسبوعين من الاشتباكات العنيفة التي قتل فيها نحو 600 شخص غالبيتهم من المتمردين. واشتدت المعارك في الحديدة منذ بداية نوفمبر الحالي بعد أن تمكنت القوات الحكومية من اختراق دفاعات المتمردين الحوثيين والتوغل في عدد من محاورها بهدف استعادة هذه المدينة الساحلية ومينائها الاستراتيجي الواقعين تحت سيطرة الحوثيين. واتهم التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن المتمردين الحوثيين بتعطيل دخول المساعدات الإنسانية لليمن ورفضه السماح للسفن المحملة بالمساعدات بتفريغ حمولتها عبر مينائي الحديدة وصليف غرب البلاد. مجهودات كبيرة تبذلها رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي لإنقاذ مسودة اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي، وذلك بعد استقالة وزير شؤون الانسحاب ووزراء آخرين احتجاجا على المسودة التي يقولون إنها ستحبس بريطانيا في فلك التكتل لسنوات. وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن عن عقد قمة استثنائية في 25 من الشهر الجاري لتوقيع مشروع الاتفاق. لمح وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس إلى إمكانية ارتفاع عدد الجنود الذين تم نشرهم على الحدود مع المكسيك لدعم الشرطة في التصدي لقافلة مهاجرين غير قانونيين إلى 9,000 جندي. في غضون ذلك يواصل آلاف المهاجرين الآتين من دول أمريكا الوسطى مسيرهم في المكسيك باتجاه الحدود الأمريكية. في جديد حرائق الغابات بولاية كاليفورنيا الأمريكية انضم الحرس الوطني لجهود البحث عن مزيد من الضحايا بين الأنقاض. في غضون ذلك ارتفع عدد القتلى إلى 56، فيما أعلن عن احتراق أكثر من 8,900 مبنى في منطقة بارادايز ومحيطها، وما زال نحو 50,000 من سكان المنطقة يخضعون لأوامر إجلاء. اليوم أسرة الإعلام الوطني بمختلف مشاربها تحتفي باليوم الوطني للإعلام، مناسبة نتوقف خلالها مع التطور الذي تشهده الصحافة الإلكترونية بين مجهودات المهنيين والوزارة الوصية، والهدف بلورة استراتيجية تدعم الحرية الفردية دون إغفال التقيد بأخلاقية المهنة. أمين هناوي ومحمد شكير. قطاع الصحافة الإلكترونية بالمغرب أصبح يشغل أزيد من 500 صحفي مهني إلى حدود 5 من نوفمبر الحالي حسب معطيات لوزارة الثقافة والاتصال، رقم يبرز التطور الكبير في هذا المجال الذي يضم اليوم حوالي 780 موقعا معترفا به و320 موقعا خاضعا لقانون الملائمة. باش تكون عندنا صحافة قوية، صحافة إلكترونية قوية وممكن نعتمد عليها، وأنها ستكون عندنا مؤسسات إعلامية واقفة على رجليها، مؤسسات إعلامية قوية اللي عندها أفق كبير وما عندهاش مشاكل في تدبير ما هو اقتصادي. القوانين المتعلقة بالأخبار الزائفة فهي قد ساهمت إلى حد كبير في محاربة بعض الظواهر التي كانت تسيء إلى مهنة الصحافة الإلكترونية. بأن هذه السنة هذه فالصحافة الإلكترونية تزداد يعني يوما بعد يوم يعني تحت المواقع المتقدمة فيما يتعلق بالمشهد الإعلامي. تطور قطاع الصحافة الإلكترونية بالمغرب يأتي في سياق تضافر جهود جميع المتدخلين والوزارة الوصية لوضع ترسانة قانونية تحدد الحقوق والواجبات وتضمن أداء المقاولة الإعلامية لأدوارها في نقل وتحليل الخبر. هذه الصحافة اليوم تؤدي أدوارها في تلبية حق الجمهور في الإعلام. جزء كبير من الصحافة الإلكترونية يقوم بمجهودات جبارة و لا يقوم بمجهوداته في إطار أدائه لدوره المهني، ولكن كذلك في إطار التنظيم والتخليق والتأهيل. وأنا أعتقد أنه وجود اليوم المجلس الوطني للصحافة كفيل بأن يساعد
على هذه المهام، خصوصا مهام التقنين والتنظيم والتخليق. هناك اشتغال على ميثاق أخلاقية المهنة خصوصا في هذه الصحافة الإلكترونية، وهناك كذلك تأهيل العنصر البشري والموارد البشرية على مستوى التكوين والتكوين المستمر. كذلك هناك العديد من التحديات، العديد من إكراهات تعرف هذه الصحافة الإلكترونية، ولكن هناك مواكبة جدية لوزارة الثقافة والاتصال على مستوى تأهيل هذه المقاولات خصوصا على مستوى الدعم العمومي للصحافة الإلكترونية. آفاق واعدة تنتظر قطاع الصحافة الإلكترونية في المغرب، سواء على مستوى التكنولوجي أو الرقمي، وأيضا على مستوى تشغيل الكفاءات والأطر الشابة وأداء الأدوار الإعلامية في إطار احترام الحريات والمسؤولية المهنية. وفي اليوم الوطني للإعلام، احتفاء تكريم واعتراف بمجهودات بذلتها وتبذلها فعاليات إعلامية واكبت المشهد الفني ببلادنا. في أدق تفاصيله عبد الرحيم بن شيخي ومحمد الناصري. تكريم من الفن إلى الفن لرجالات الإعلام لأنهم واكبوا مشهدا ومجالا مغربيا لإنتاج الكلمة والأغنية والموسيقى بالنقد والتشجيع وأيضا الاكتشاف. لم تغيب الصحافة عن الفن يوما، بل كانت جسره نحو الجمهور. الوصول للجمهور أصبح متاح بفضل وسائل التواصل الاجتماعي، لكن الذي يقيم العمل الجاد من الغث هو الصحافة الفنية. لذلك أنا الأولين نقول لهم شكرا على المتابعة، شكرا على المواكبة، شكرا على النقد الموضوعي. وطبعا كل إشارة مهما كانت إيجابية أو سلبية تبقى في صالح الفنان. أسماء كرمت بالنظر لمسارها في مواكبة الإنتاج الفني الوطني والتعريف به وبآليات إنتاجه ومصادره وحقوق تأليفه. بكل صراحة يعني شيء جميل بأنه الفنان يكرم الصحفي، لأنه تعرضنا في عدة مناسبات كذلك الصحفي يكرم الفنان. فاليوم جاء الدور ديالنا وجاء نادي الفنانين يعني باش يكرم هاد الناس هادو لأنهم مواكبين المسيرة ديالنا الفنية وما شفنا منهم إلا الخير. الإعلام المغربي له الدور الكبير في أنه ينقل على الأقل نعرف الناس ثقافتنا الموسيقية. أنا كنتكلم على الموسيقى، لماذا؟ لأنها تخصص ديالي. ف احنا ما كنعرفوش بزاف على المخزون اللي عندنا في المملكة المغربية. يكفي ان ما بين 20 كيلومتر و 20 كيلومتر كنلقاو نمط موسيقي مختلف عن الاخر. ليلة بطابع فني اعلامي تؤسس لثقافة الاعتراف المتبادل كتقليد بين مجالين في حاجة لمزيد من التشجيع والعطاء. غدا أنظار عشاق كرة القدم الوطنية ستتجه صوب المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء، حيث لقاء قوي يجمع أسود الأطلس بالمنتخب الكاميروني. مباراة ضمن المجموعة الثانية من الإقصائيات المؤهلة لكأس إفريقيا للأمم المقررة الصيف المقبل بالكاميرون 2019. خالد الزدون. بين هيرفيرونار وطاقمه لعبة ممنوع سقوط الكرة، هي نفس اللعبة سيلعبها مع الكاميرون. ممنوع السقوط أمام منتخب فاز علينا 8 مرات، فهل تكون المواجهة 12 لصالح الأسود هذه المرة، وهي التي عودتنا على كسب الرهان كلما تطلب الأمر ذلك؟ أحب التحديات، والمنتخب بأكمله متحمس لهذه المباراة أمام منتخب قوي. هي بلا شك قمة إفريقية، نحن من علينا الآن أن نرسم لها الطريق ليكون هذا الجيل أول من ينتصر على الكاميرون. موقعة الكاميرون سجلت عودة سفيان بوفال من جديد، لكن عودة العميد مرة أخرى بعد غيابه 3 مباريات إقصائية خلقت الحدث. لماذا غاب المهدي بن عطية؟ أنا حاضر هنا منذ 10 سنوات، لا أعاني ضغطا معينا. هناك انتظارات كبيرة والتفاصيل أنتم تعرفونها. كان علي أن أضمن مكانتي بالنادي الذي ألعب له حتى أبقى في أحسن حال لأقدم الأفضل للمنتخب. المدرب أخذ قراره بإبعادي في المونديال، هذا أمر أثر في نفسيتي بالطبع، لكن أنا هنا مرة أخرى وأنا ألبي نداء القميص الوطني. عادت مباريات إفريقيا لتضعنا من جديد أمام واحد من أقوى منتخبات القارة، مباراة لا تعترف بتاريخ المواجهات بقدر ما تقيس وزن جيل كل منتخب.
ونذكركم مشاهدينا الكرام أنه بعد هذه النشرة تلتقون مع برنامج خاص عن الحدث التاريخي الهام إطلاق القطار فائقي السرعة تحت عنوان قطارات المملكة مرور إلى السرعة القصوى من إعداد عبد الحميد جبران. تليه ندوة خاصة عن الحدث في تجلياته الاقتصادية والاجتماعية من تنشيط الزميلة نبيلة أزرقان. إلى تذكير بالعناوين: جلالة الملك ورئيس الجمهورية الفرنسية يشرفان على تدشين القطار فائق السرعة البراق الرابط بين طنجة والدار البيضاء. القطار فائق السرعة مشروع غير مسبوق بالمغرب العربي والقارة الإفريقية، يندرج في إطار المرحلة الأولى من المخطط المديري لتطوير شبكة خطوط القطارات فائقة السرعة بالمغرب. التحديات الطاقية على المستوى الإفريقي نوقشت في مؤتمر الطاقة بمراكش تماشيا مع أهداف قمة كوب 22 للمناخ. المنتخب الوطني لكرة القدم يخوض آخر تداريبه استعدادا لمباراته الحاسمة غدا أمام نظيره الكاميروني ضمن تصفية كأس أمم إفريقيا. في أمان الله.